ضم إلينا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في ضبي كابيتال أستاذ محمد علي ياسين. أهلا بك معنا في الاستوديو. أستاذ محمد، تقييمكم للأداء الشهري للمؤشرات الإماراتية وأبرز المحفزات الداعمة لهذه الارتفاعات التي تأتي قياسية بالسنوات القليلة الأخيرة. أكيد هو كان شهر ممتاز بالنسبة لأسواق الإمارات، وخاصة أنه القياديات إجت زي ما أنت قلت، كان قطاع العقار يعني الدار في أبوظبي من تقريبا من أدنى نقطة إلها خلال السنة، كان في مرحلة وصلت درهم 45 قبل إعلان توزيعات الأرباح، هلا بنحكي على درهمين 30، تحكي لك 45%. إعمار العقارية أيضا كانت عندك نتائجها، رغم أنه الكل كان بتوقع يتحدث عن تباطؤ قطاع العقاري وما إلى ذلك، ولكن وجدنا أنه هدول الشركتين استطاعوا أن يستفيدوا مما يحصل عملية التصحيح، خلينا نقول في قطاع العقاري في الإمارة، بزيادة حصتهم من هذا السوق. بعض التقارير التي رأيناها من المحللين يتحدثوا عن أنه ربما حصة إعمار وحصة الدار في أسواق العقار كله في إمارته بأكثر من 70% تقريبا صارت وصلت الآن، بالتالي الصغار اللي كانوا يطوروا كانوا بسكروهم عم بأخذوا هاي الحصة. مع المحافظة على أسعار جيدة من عمليات البيع من ناحية أسعارهم، ما نزلت الأسعار، بس في محفزات تانية زي أنه الدفع بخمس سنين بعد التسليم وما إلى ذلك، فبالتالي في عمليات تمويل بتكون موجودة. النقطة الثانية اللي فادتنا بالشهر الماضي كان يوم ما طلع الخبر، كان اقتراح بمجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بعملية أنه فتح حصة الأجانب 100% وربما تشجيع الشركات الأخرى عليه. وجدنا في شركتين تابعتين أو شركتين تبعوا هذا القرار، غلف نافيجيشن خليج ملاحة وإشراق، كانوا برضو فكروا أنه نفس الموضوع أنه يعرضوه على جمعياتهم العمومية، وهذا خلينا نقول ضرب الوتر الحساس اللي بحبوا يسمعوه المستثمرين الأجانب. نعم. لأنه أصبحنا نتحدث على أنه إذا صار في تفكير بهذا الموضوع وصار جدي الخط التحرك له، سيكون هناك عملية رفع إلى ثقل الشركات الرئيسية في سوق أبوظبي وسوق دبي في مؤشر MSCI الأسواق الناشئة، وبالتالي في عمليات دخول استثمارات أجنبية سواء هي الباسيف الخاملة أو الأكتيف المتحركة بحدود بعضها، رأينا أرقام من 1.9 مليار إلى 3 مليار دولار، طبعا هذا كله إذا صارت العملية وتم الحديث عنها. فبالتالي وجدنا أنه بالسوق هون أصبح سوق دبي بعد ما كان وسوق أبوظبي بعد ما كان ترتيبهم ربما الخامس والسادس من ناحية أداء الأسواق، أصبح سوق دبي الثاني بعد سوق الكويت قبل السوق السعودي اللي كنا نتحدث فيه، عندك مورغان ستانلي ريبالانسينج جاي بأوغست، وسوق أبو ظبي صار بلحقه تقريبا بحوالي سنة بحدود 9% هلا من أول عام. كما ذكرت أستاذ محمد، موضوع زيادة نسبة الاستثمار الأجانب أو فتح سقف الاستثمارات بالنسبة للأجانب في أسهم رئيسية وقيادية كأبو ظبي الأول أو غيره من التي ذكرتها، سيكون لها أهمية بتعزيز الاستثمار الأجنبي وبأوزان هذه الشركات أيضا بمؤشرات الأسواق الناشئة. فكيف ترى تقييم الأسواق عموما بمؤشرات الأسواق الناشئة أو جاذبيتها في هذه الفترة وبالنصف الثاني من العام؟ شوف، إحنا كأسواق الإمارات ما حدا كان يختلف منذ أكثر من يعني قبل حتى أول السنة أنه هي من أرخص الأسواق من ناحية التقييمات، مكررات الربحية، القيمة السوقية، القيمة الدفترية في الأسواق الناشئة تعتبر الأرخص، وكان عندنا في تلك الفترة السوق السعودي هو كان الأغلى، ولكن كان في عندنا عملية الريبالانسينج. الواضح اليوم أنه لو لاحظنا خلال آخر أسبوعين خصوصا بدأت الوتيرة الحديث التقارير تصدر من خاصة المستثمرين الأجانب على أنه سوق دبي وسوق أسواق الإمارات بشكل عام بارغن، صارت فرصة، تقييماتها رخيصة، فبالتالي خلينا نقول المستثمر الأجنبي بدأ يقتنع بهذه النظرة، لأنه هذا الكلام كان نحكي إحنا من زمان أنه عندنا قيمة مضافة عالية، أنه مقارنتنا إحنا مع أسواق شركات معينة في سوق الإمارات مع سوق السعودية، سوق الكويت، سوق قطر، يعتبر إحنا أرخص منهم، وبالتالي هذا لا يمنع أن يكون في عنا أنه يكون عنا إحنا فلو حيجي. توقيت الفلو هو اللي ما كناش قادرين، التدفقات ما كناش عارفينها، واضح انه هلا صار في قناعه اكثر انه ربما هي تكون اقرب بالمرحله القادمه في اسواق. بالحديث عن السيوله، كيف تقيمون هذه السيوله في الاسواق بالنصف الاول من العام؟ افضل من العام الماضي وان كان اقل من المطلوب، لا زالت بالنسبه لقيمه سوقيه لاسواق الامارات احنا بنتحدث على يعني بنتحدث تحركات بين 500 الى 600 مليون درهم يوميا ما بين السوقين. سوق مثلا زي السعودية عم بتحرك له على بحدود المليار دولار بالنهار، فبالتالي احنا معدلاتنا اعتقد احنا لسه في عندنا بحدود 30-40% نحتاج الى ارتفاع معدلات. المشجع انه قدرنا نوصل لمستويات هاي ضمن مستويات التداول هاي الضعيفة، ولكن
أنا برأيي إذا صار في عندنا دخول أكبر وقناعة أكبر من دخول الاستثمارات المحلية أيضا وليست فقط الأجنبية، نستطيع أن نعود إلى هذه المستويات ونستطيع أن نخترق مستويات أعلى قريبا. بالنسبة لأعمار العقارية، وكما ذكرنا منذ قليل على مدار يوليو تسجل أفضل أداء بحوالي 4 سنوات، وتقييم موضوع التوزيعات والنتائج مهم جدا هنا في هذه النظرة، فكيف تقيمونها وما هو المتوقع بالنصف الثاني من 2019؟ في أعمار كان في خطوة واضحة من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، تحدث عامية محاولة بيع الأصول الغير الرئيسية عندهم، فرأيناهم خلال المرحلة الماضية خلال الربع الأول مثلا باعوا الفنادق لشركة أبوظبي للفنادق. في أصول أخرى يتم الحديث عنها الآن والتباحث في عملية بيعها لجهات أخرى، فبالتالي الشركة عم بتقوم بعملية تركيز على قطاع اللي هي قوية فيه اللي هو العقار بشكل رئيسي. كان هناك الحديث عن موضوع أنه توقيع شبه تفاهم مع مطار بكين في لإنشاء مشروع هناك كبير، كان الحديث عنه طبعا ب 11 مليار دولار. هلا بقول لساته تفاهم اولي، لسه ما بنعرف، ولكن اساسيات الشركه. رئيس مجلس الاداره كان في مقابله قبل برضه خلال هذاك المؤتمر تحدث على انه نتائج الربع الثاني جيده، ويجب ان لا تكون توقعات لن تكون اقل من الربع الاول، وبالتالي هذا بعطي اشاره على انه شركه اعمار كونها شركه قياديه، هي وشركه اعمار مولز واعمار للتطوير عندها حوالي أكثر من 40% من القيمة السوقية لمؤشر سوق دبي، بالتالي هي إيجابية، وبالتالي هذا سيساعد أنه يكون المؤشر يكون مستقر بالمرحلة القادمة. عملية قفزات في عملية أرباح الشركة قد لا تأتي إلا مع عودة النشاط الرئيسي اللي هو القطاع العقاري، ولكن في ظل التغيرات واضح أنه إدارة الشركة لديها القدرة على التكيف مع التباطؤ التي رأيناه بعملية إيجاد موارد أخرى عن طريق بيع بعض الأصول الغير رئيسية للشركة. الآن الأسواق العالمية وأسواق منطقتنا تنتظر قرار الفيدرالي الأمريكي، العديد من المستثمرين والأسواق سعروا عملية لخفض أسعار الفائدة مسبقا، ما هي توقعاتكم؟ كيف ستتفاعل أسواق المنطقة مع خفض أسعار الفائدة إن أقر؟ يعني التوقعات على 25 نقطة أساس تكون، إذا صار في 50 نقطة أساس بتكون مفاجأة للأسواق إيجابية. هو المهم أيضا هو كما تعرفي أنه ليس فقط هو الإعلان، ولكن هو اللغة التي تستعمل في الإعلان على مستقبليا. فإذا كان الحديث على أنه هذه نقطة أولى ونحن ننظر إلى استمرارية التخفيض خلال يعني بعض البنوك الاستثمارية تتوقع أن يكون هناك في 3 تخفيضات قبل نهاية العام، خلينا نكون احنا محافظين لسه نشوف نسمع الكلام بده يحكوه. بالنسبه لنا احنا في دوله الامارات في زي السعوديه، الدول اللي هي مرتبطه عملتها بالدولار، هذا يعتبر بالنسبه لنا براينا شيء ايجابي. ربما بعض البنوك على المدى القصير يكون عندها عدم القدره على معدل النت انترست مارجن، هامش صحيح لتاثرها بتراجع اسعار، ولكن من ناحيه كتيسير كمي لاقتصاداتنا في دول المنطقة محتاجينه، وسيكون له دور إيجابي على تخفيض الكلفة وجاذبية دولة الإمارات خاصة للسياح، إنه يكون إذا صار عندنا الدولار ضعف نتيجة لتخفيض الفائدة. شكرا جزيلا لوجودك معنا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في ضابي كابيتال أستاذ محمد علي ياسين، شكرا وأهلا بك.